في قلب الأطلس المتوسط تتواجد بحيرات تجلنامين، تتكون من 3 ضايات، لكن 2 من هذه البحيرات الدائرة الشكل يوجد بينهما مسلك للمرور، لذلك يسمونها بنظارات الأطلس المتوسط. تقع هذه المنطقة المعزولة عن العالم الخارجي على بعد 60 كيلومترا عن مدينة خنفرة عبر منتجع أجدير، وهي عبارة عن بحيرات تقع وسط منطقة جبلية تكسوها غابات شاسعة من الأرز والبلوط الأخضر. تعتبر هذه البحيرات من أهم المواقع الطبيعية الوطنية في المغرب العميق، والتي تشكل بحق لوحة فنية جميلة، لكن يبدو أن هذه المقومات لم تشفع لها لتنال حظها من العناية اللازمة. لا يجادل أحد أن هذا المكان يسري في وجدان سكان المنطقة برمتها شباباً وشيباً ونساء، لأن تجلنامين تشكل وجه الحياة في هذه الرقعة المباركة، وتعتبر رابطاً عضوياً لن تمحوه هذه العزلة القاتلة. في غياب شبه تام لطريق توصل لهذا المكان الفاتن،